مرحبا. قلت لك لاباس عليك؟ تعرفوا عليك؟ لاباس الحمد لله. متقاعد انت؟ متقاعد. نحكيو معاك على الزياده اللي صارت دارنيرمون، كانت 180 تولي اقل حاجه 240. وصلتك الزياده هذه ولا ما وصلتكش؟ انا مانيش داخل في النظام هذاك، انا خاطر وظيفه عموميه، متقاعد من الوظيفه العموميه. اما حسب ما نفهم واحد فما لفته، اما حتى يلزم اللفته تكون لا معناها تكون خير هكا، خاطر توا شر المجتمع يعيشوا الكريتيريتي هم اللي قاعدين يخلصوا، الاخرين الكل بطاله ما فماش خدم، فهمت معناها وضعيات قاسيه. الحمد لله رب العالمين. ديما نحمد رب. متقاعد من الوظيفه العموميه انت؟ قداش عديت من عام في الوظيفه العموميه؟ 30 35 سنه. فين بالضبط سامحني؟ في السجون. في السجون كنت نخدم. سجون الاجتماعي. عظم الاجتماعي. شنو تعلمت من الخدمه؟ شنو تعلمت؟ برشا حوايج ان شاء الله يكونوا ينفعوني في حياتي الخاصه. اما ريت معناها برشا شرائح من المجتمع، وعندي نظريه معناها اكثر على الاجتماعيات والحالات والاحياء والجريمه. شنو اللي ربما اكيد فما حاجات رسخت في بالك قعدت لليوم في بالك؟ ما فماش تربيه، ما فماش باز قيم، ما فماش. احنا راهو لنا في حاجه للبوليسيه ولا في حاجه للعنف ولا للقانون، كيف من الصغر يتعلم القيم، فهمتني؟ يا حاجات تتعلمها تلقائيا من التربيه من صغرك، تعلمك الدنيا يا تو. قبل ما كانش عندنا علام، راه نحكيو على علام تو. لا نحكي من ناحيه غزه مثلا، فماش ما تحسش اللي احنا شعب مسلم وغيرين. بابا انت تحكي من بعيد، انا نحكي لك على بنت المشهد الاعلامي. راهو احنا عندنا قنوات كعبتين وكعبه، احنا ما نجو حتى شيء قدام برشا دول عربيه عندها قنوات كبيره. والاعلام ما يحقرش روحه عليها، عنده ثقه بنفسه. لا مش كيسيون ثقه، هي امكانيات اكثر منه حاجه اخرى وقنوات. امكانيات كيكون اعلام باهي يخلق الامكانيات، فما ناس قاهم ما عندهم شيء وتلقاه الاعلام تاعهم، كيما مثلا ابو عبيد عنده اعلام وعنده واحد. ما نجموش نحكيو على ابو عبيد وحاجه اخرى، هذيك مواضيع تحزنها. انت كدوله باش تولي عندك اعلام باهي، احنا عشنا في الظلام باش نكونوا صريحين، ما كانش عندنا صحافه قبل، قبل عهد بن علي ما كانش عندنا صحافه. بعد عهد بن علي بدي قاعدين نصلحوا، قاعدين نفرضوا نحاولوا، حبينا ولا كرهنا بغض النظر على ايجابيات وسلبيات عهد بن علي. باي. ما كانش عندنا صحافه. يعني ما تنجمش فجأة تطالب ال وكل شيء يتطلب وعي، هو الوعي. تو حتى الإعلامي كي يزيد يوعى يولي ينتج خير ويخدم خير، ها ويأدي رسالته. أنت ترى اللي الإعلام دوره مهم في التوعية؟ في كل شيء، في كل شيء، التوعية، التوعية واحد من شنو. يا أخي احنا هل معناها هالتراث اللي عندنا من بالجريمة من الواحد كله مو من سينما ومتصور من الواحد إعلام. قلت لي كلمة، قلت لي تعلمت ونعرف برشا حاجات من عن طريق الخدمة نتاعك. حجم الجريمة في تونس كي نحكيه بصفة عامة، هو ساعة الجريمة أصناف وما برشا جرائم، هو شيء طبيعي كي يتقدم المجتمع معناها تتقدم الجريمة هكا ولا صارت برشا جرائم، صارت قضايا رأي عام في تونس وكبت بعضها. كنت قريب اي شيء طبيعي، خاطر انا نخدم عمل اجتماعي، نحكي معناها معك اللي قام بالجريمه ولا واحد نحكي معاه، وهو عنده مشاكل مثلا اجتماعيه، مثلا عنده عائلته وعنده اولاد وعنده ارث، عنده كذا، عنده كرهبته مشدوده، عنده كنت معناها مكلف بربما العمل الاجتماعي نتاع مثلا سجين، تحكي معاه كل شيء. معناها نعيط له للبيرو نتاعي ولا يجي هو وحده، مثلا عاملين احنا برنامج. اي ليه مش ورث برك كل شيء يا اخي، واحد مطلق والاخر مرته حبله والاخر كذا والاخر معناها فهمت ملكات وكذا والاخر املاك والاخر عنده باش يخلص الشيك نتاعو مثلا والاخر كذا. جاوك تعدوا عليك برشا ناس القدر هو اللي خليهم غادي، حياتهم كانت مستويه فجأة غلطه مش عن غير قصد، لقاو روحهم مرتكبين جرائم. هو والله ما نعرفش انا راه
داكور فما قضاء وقدر، اما حتى معناها البيئه عندها دور ولا شيء، كل 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 شيء البيئه عندها دور. ها تو كي واحد يبدا مثلا ما عندوش خدمه وجاب ويرى تصاور وسبدريت فهمت، وكل واحد يرى ناس عايشه واحد تاثرت ما حتى شيء، ما هو يقول علاش انا ما نكونش كيما هذاك لابس كيما هذاك ولا لليوم ما زلت فما شباب يخمم في المظهر، الشباب يحب تحب تحرق ساعه ساعه يسرق باش يوفر حق الحرقه والحق السفر وباش يحرق من غادي لغادي. تعطيك فكره على مدى معناها الشخصيه نتاعو وفكره وشخصيته شنو اللي فيها وحتى ثقافته، خاطر كي واحد يبدا متثقف بالكدا ولا يعرف واحد مهما تكون نسيب اخويا بلادي بلادي. ديما الجريمه في صفوف الناس المثقفين باقل بنسبه صغيره، يكون واعي مثقف متعلم ماهوش باش يلتجئ، تبدا عنده قيم اكثر. القيم يا بنتي اسمع انا التربيه، القيم من الصغرى تربيه من الصغرى حرام لا كذا كذا فهمتني، اما هذا يرى الشيء قدامه وتقول له انت مثلا ما تعملش وما تعملش وتأمرون بالمعروف ولا كذا. اليوم برشا شارع تاع تبدل في تونس، فما عنف ما فماش عنف، فما سلوك تحسوا انسان رافض انه يحكي معاك ولا رافض ولا يحب يفرض عليك الحاجه بالسيف في شارع. والله ايش اقول لك، هي انت و انت ومعناها انت والشخص، خاطر ما ياسوش مازال عن الخير ومازال عن بلادنا وعن مستقبل وعن واحد لا يياس، والباهي والخايف في كل بلاصه، واللي فضله ربي يحسن له اخلاقه فهمتني وحسن له فكره فهمتني. كما قلنا التعليم يساعد برشا على الصغار وعلى النشا انهم يميزوا بين الخطا والصواب، انهم يعرفوا يعيشوا. التعليم هو حكايه فهمتني، هو حتى الصغار تحكي معاه يقول لك تقرا ولا ما تقراش، فكره ولا فكره، وحتى المنهج نتاع التعليم نتاعنا مثلا خالي ماك القيم من الصغرى، واحد يقعد ينزلوا عليه في الصغرى يعطيه القيم القيم. ها؟ اي اي حاصل وربي يجرب فينا هو هذا الكل، لو شاء الله لهدانا الكل ورانا الكل بطريق مستقيم، اما ربي كل انسان يبلوه بالفقر ولا بالغناء ولا بالسلطه ولا كله من عند ربي، وربي هذا امتحان الدنيا هذه، أنا يشوفك انت كيفاش تتصرف في الخضم هذا، انا رايي هكا. وان شاء الله ربي يصلح لنا اعمالنا هكا هو. شكرا لك.